الأهداف الاستراتيجية لإنجاز هذا المشروع في هذه الجهة ديال سوس ماسة درعا هو من أجل سد الحاجيات السكن الجامعي نظرا للعدد الهائل اللي متوزع ديال الطلبة في هذه المنطقة، لأن تقريبا المنطقة كتوصل لواحد 150 ألف طالب، والطاقة اللي الاستيعابية اللي متوفرة من هذا السكن الجامعي لا تتجاوز 16 ألف، وبالتالي كاين خصائص كبير في هذا الجانب، وخاصة لسد حاجيات الطالبات اللي كيجوا من أماكن نائية بعيدة واللي كيحتاجوا الأماكن تليق بالإقامة ديالهم هنا في هذه الجهة باش يواصلوا دراستهم في إطار يتناسب مع الوضع ديالهم كطالبات. وحاولنا تكون المؤسسة تشتمل لمجموعة من الخدمات اللي توفر عليهم التنقل والتحرك لأماكن بعيدة، ويتم تركيزهم على الأساس اللي جاءوا من أجله هو الدراسة ديالهم. وبالتالي الجمعية قررت باش تنجز هذا المشروع. والحقيقة كنشكروا بزاف الشركاء كلهم المتعاونين معنا في هذا المشروع، انطلاقا من السيدة الولية اللي كانت قبل والسيد الولي الحالي والمصالح الإدارية كلها اللي تعاونوا معنا وقاموا بالواجب ديالهم من أجل إنجاز المشروع فقط وجيز. هو مشروع يحتوي تقريبا على 407 الغرف وضبح الطاقة الاستيعابية ديال 900 طالبة تقريبا والمرافق اللي فيه. المساحة تقريبا ديال المشروع هي 18000 متر مربع، وتم إنجازه في الوقت المحدد له، والآن إن شاء الله نبدأ بتشغيله وبتفعيله إن شاء الله بشكل فعلي. تم تدشين إقامة جديدة بمدينة أكادير، إقامة جديدة تدخل في إطار شراكة بين الدولة وبين البريفي، على أساس أنه إضافة مجموعة ديال الأسرة لصالح لمصلحة الطالبات بأكادير خصوصا بجامعة نزوه، لأن هذه الإقامة تتميز بجوازها حرم جامعي قرب الكليات الكبرى، كلية الحقوق، كلية العلوم، كلية الآداب، وأيضا المؤسسات التابعة لجامعة بنزور. هذه المؤسسة السكنية اللي كتقدم خدمات متميزة للطالبات تدخل في إطار النوع الجديد من الاستثمارات اللي فيها الدولة كتساهم في هذه المشاريع وأيضا الخواص. هنيئا لصاحب المشروع، هنيئا للجامعة، لأنه تعرفوا بأن الجامعة أكثر من 156 ألف طالب بجامعة بنزور وما يفوق 90 ألف طالب بهذه المدينة، مدينة أكادير، يعني هي الثقل الكبير من ناحية عدد الطلبة.
والطالبات، وهذه إضافة نوعية كتضاف للمؤسسات ديال السكن الجامعي التابعة للمكتب الوطني اللي تابع للوزارة ديالنا. والحمد لله هذه لبنة من اللبنات المتميزة في واحد الرونق جديد اللي كتسهل للطالبات الولوج للسكن الجامعي، ويكون تكون عندهم إمكانية للدراسة والتميز والنجاح إن شاء الله. وشكرا لكم. نهيلة صبافي من مدينة مراكش، طالبة في سنة ثانية تخصص الرياضيات في المدرسة العليا التربية والتكوين أكازير. كنسكن فضلت أنني نختار نكمل السكن ديالي في إقامة أمان، حيتاش وفرت لي كاع الاحتياجات ديالي كطالبة، من أهمها الأمان. الأجون سيكوريتي فام بالنسبة للي شامبر وفروا لنا كاع المتطلبات ديالنا، ليلي الدوش لا كويزين. بالنسبة عندنا صالون بارطاجي اللي هو الحاجة اللي عجبتني بزاف في ريزيدونس أمان، حيت فيه تعرفت على ميزامي، حيت ريزيدونس أمان جمعت لنا كاع مختلف البلدان مختلف المدن، تعرفت على بزاف ديال الثقافات اللي ما كنتش عارفاهم. الكومبيوس كيحرص على كما قلت على الامان، كنعاود نقول الامان. في ابسط مثال، غير مثلا فاش كنطلو غير 5 دقائق ولا 3 دقائق كيتصلوا بالولي الامر ديالنا، وهذه وقعت لي انا. ثاني حاجه، الى مثلا غير غبنا عليهم واحد العشيه ولا نهار، كيجيو كيسولونا واش نتوما بخير، واش خاصكم شي حاجه. هاد كاينين بزاف ديال المرافق اللي غيخرجوك من الجو ديال القرايه، بحال سال سبور بالنسبه للبنات، عندنا سال دو بوتي، سال بيبليو، ريستورون، كاين بزاف ديال الحوايج اللي يخرجونا من الجو ديال القرايه. السلام عليكم، اسمي خديجه ايت محمد، زغدا. بالنسبه للاقامه هي تحلى، اشكو قنتفت بزاف الحويجات زايدن قنتفت. مثلا واخا البخي داتينيت هاتي غلياني مليح، ولكن هاتوري غلي، اشكو كنت تزغدت قيت البلاصتي ضنين قنات زيت بزاف. مثلا زند تلا الا كلشي، مثلا زند الطواليت نك الحمام نك يرغان، قنتفت الكوزينه نك متريت تسنو تكرا، قنتفت البيرون نك متريت تغرت لا تلاقوا دلا لامب نك باش ورت برستو انا غير يزغن ثمنك زعما الشومبر دمي ورتي تاك تبرسو انا تدو تاع لا بيبليوتيك. كاين واش كيغد قلميم صار دميسو القناه تفت البلاستي لانديسترباتين، يعني الا نودا مثلا تلسان الزيف ور كتقص قناه تفت كلشي ترباتين تكان، يعني ورت لي المشكله هي تلا بما انه اسم ريزيدونس امان هاد لا سيكوريتي الا الامان ديس، وقنا تفت حتى بروبليم.